يستعد المنتخب الوطني الساوو لكرة الطائرة للمشاركة لأول مرة في بطولة إفريقيا للأمم لكرة الطائرة في دورتها 21، والتي ستدور فعاليتها في الفترة ما بين 20 من شهر أكتوبر إلى 30 من نفس الشهر. وبهدف تشجيع المنتخب قامت وزيرة الشباب والرياضة بزيارة المنتخب. زميل آدم حسن المكاوي رافق الوزيرة وعدلنا التقرير التالي. 72 ساعة فقط تفصل المنتخب الوطني الساو لكرة الطائرة للدفاع عن ألوان العلم الوطني في جمهورية مصر العربية. البحث عن التأهل في بطولة إفريقيا للأمم وكأس العالم لكرة الطائرة للعام 18 و2000 هي المهمة الموكلة لهؤلاء اللاعبين. وللتحضير والاستعداد جيدا يتدرب الفريق منذ مدة لا بأس بها على تقنيات فنية تكتيكية جديدة برفقة المدرب الجزائري. يعني مشاركة الفريق إلى هذه البطولة الإفريقية التي يعني ستكون ذات مستوى عالي ضمن أول مرة ضمن جعل حافز كبير وحافز كبير للاعبين واللاعبين يعني واعيين بالمهمة. الهدفنا هو هدفنا نقول ليست المشاركة، ولكن هدفنا هو الذهاب إلى مدى بعيد في هذه المنافسة. الرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية ورئيس الفيدرالية الوطنية لكرة الطائرة أشار إلى أن المنتخب الوطني الساو يحتاج إلى دعم الحكومة والشعب معا ليقدم نتائج مرضية. من الحمد لله بدأنا شيء مهم جدا، نذكر هنا الإمكانيات هو مهمة جدا والمورال بتال الرياضيين هو مهم جدا. أوناجاس خلوا الأوناجاس يدي الفلوس وزيرة الشباب والرياضة لم تتوانى هي أيضا في تشجيع اللاعبين وتسجيلها زيارة تحفيزية ربما تحيي حقيقة عملاق الصو. اليوم الحمد لله انتنا ايكيب انا ما بقدر يمرق ده الحمد لله والله يساعدهم علينا الحكومة ده وبرزيدان دي بي والمينيستير علينا قاعدين وراء. الساو سيسعى من خلال هذه البطولة ليوجد لنفسه مكان في البطولة الإفريقية وكأس العالم لكرة الطائرة في ظل وجود كبار منتخبات القارة الإفريقية كمصر وتونس. فحظا سعيد.